أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية. الزمالك نجح في إحراز هدف الأول من ركلة الجزاء عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 52، وطبعا الزملكاوية فرحوا، لكن للأسف كريستيانو رونالدو له رأي آخر يحرز هدف أكثر من رائع. الرأس الذهبية كريستيانو رونالدو، كرة عرضية طولية، تمريرة طولية من كونان على رأس كريستيانو رونالدو، يسددها ولا أروع على يسار الحارس، ملهاش حل يا كريستيانو. الذهب لا يصدأ يا كريستيانو، ستظل عالمي وأسطورة دائما. النتيجة الآن الزمالك هدف والفريق النصر العالمي هدف.